نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية أحد أهم معاقل الرياضة البحرية في الإمارات، وقطب أساسي لمختلف الرياضات العالمية والدولية في عالم البحر، وهو قلعة عريقة مقرها على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي. يعتبر موقعه الحيوي والاستراتيجي عامل جذب لمختلف أنواع الرياضات البحرية المحلية والعالمية، وعلى مدار العقود الثلاثة الماضية ومنذ إنشائه في عام 1993 ساهم النادي في الارتقاء أكثر بمفهوم الرياضات البحرية. هنا على كاسر الأمواج كان عامل جذب لاستضافة البطولات الدولية كبطولة العالم للزوارق السريعة الفورمولا 1، الإكس كات الفئة الأولى والفورمولا 2. على مياه أبوظبي أبطال رفعوا الأعلام ونجوم عانقوا المنصات للمرة الأولى في مناسبات كثيرة لمختلف الأبطال ومن كل الدول. ارتقى النادي في الجانب المحلي بتنظيم بطولات متنوعة أهمها الدراجات المائية، القوارب الخشبية، التزلج على الماء والفلاي بورد، كي تكون مساحة مهمة لاكتشاف المواهب الشابة واحتضانها لتنتقل لاحقاً لمستويات عالمية. صنع النادي فرقاً عالمية مكونة من كوادر وطنية مثلت الإمارات كسفراء للرياضة البحرية في كل المحافل الدولية الهامة، فرفع علم الوطن في أكثر من 50 دولة على مر السنوات الماضية، وحصد الأبطال ألقاب أكثر بطولات البحر شراسة، نذكر منها على سبيل المثال الفورمولا 1، الفورمولا 2، الإكس كات، والدراجات المائية أيضا. هنا يلتقي النجاح مع التفوق، هنا لؤلؤة تتألق أكثر كلما قدم الزمان في الإبداع على مستوى التنظيم والاستضافة للرياضات البحرية. هنا نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية.